النهارده معانا وندر وومن. معلش جال جادوت وقفت في زوري بس. النهارده في ستيفلر رياكشن جديد على هوم سينما والفيلم اللي هنعمله رياكشن هو وندر وومن 1984. معانا التريلر الجديد لسه نازل امبارح بتاع وندر وومن الجزء الثاني، وبصراحه انا مش متفائل له قوي لان انا الجزء الاولاني ما عجبنيش بصراحه، خلينا نكون صراحين يعني، مش عايز اتكلم يعني الفيمينيزم دلوقتي بقى مهم، ما علينا. الجزء الاولاني ما عجبنيش بصراحه من وندر وومن، فاتمنى ان الجزء الثاني يكون يعني احسن شويه من الجزء الاولاني. يعني انا جال جدود بصراحه ما بيجيش مع سكه قوي يعني كتمثيل، يعني كتمثيل انا مش بتكلم كبرفورمانس في سوبر هيرو موفيز، انا بتكلم كبرفورمانس جال جدود عامه. يعني الجزء الاولاني كان 2017 زي ما انتم عارفين، زي ما انا قلت في الاول ما عجبنيش بصراحه. بالنسبه لي دي سي في النازل خالص من بعد فيلم جوكر والتريلوجي بتاع كريستوفر نولان، انا ما شفتش اي فيلم عدل تاني لدي سي بصراحه. يعني لا باتمان، لا يقولوا لي بقى باتمان وسوبرمان ولا جاستس ليج وندر وومن سوسايد سكواد، الحاجات دي كلها بالنسبه لي كانت زباله الزباله يعني، مع كامل الاحترام ليهم كلهم يعني. بس طبعا ما شفتش التريلر ولا مره لحد دلوقتي، هشوفه معاكم لاول مره وندر وومن الجزء الثاني 1984. يلا بينا. My life hasn't been what you probably think it has. We all have our struggles. Welcome to the future. Steve. Nothing good is born from lies. That's just a trash can. It's just a trash can. Yeah, yeah, yeah. جدعان الساوند تراك مش طبيعي، الساوند تراك بجد مش طبيعي، الساوند تراك حلو جدا جدا جدا، فشيخ الساوند تراك بصراحه. الجزء ده خليني برضه اكون صريح وابقى عادل شويه، التريلر بتاع الفيلم ده فعلا بجد يدي الايحاء ان هو ممكن يبقى فيلم كويس بصراحه، خلينا صراحه مع بعض يعني، انا ادي له برضه حقه. حاسه هيبقى احسن من الجزء الاولاني، انا الجزء الاولاني بصراحه ما عجبنيش. الجزء الثاني اللي عجبني قوي، انا بحب اول ستايل بتاع الثمانينات ده، زي مثلا زي سترينجر ثينجز والكلام ده كله، ستايل الثمانينات ده فعلا بجد يعني، انا ما عشتش في الثمانينات بس انا ستايل الثمانينات انا بحبه بجد يعني. وعجبني برضو ان الفيلم ده في الثمانينات برضو، بس انا مستغربه الواد ده مش كان مات في الجزء الاولاني، ستيف ده ولا كان اسمه ايه مش كان مات في الجزء الاولاني، فانا مش عارف رجعوه ولا ايه اللي حصل، ولا رجعوا بالزمن ولا ايه بالظبط اللي هيحصل. اكيد في تريلرز ثانيه هتظهر وهنفهم اكتر يعني. الساوند تراك هو اكتر حاجه عجبتني في التريلر بجد، حلوه جدا. وانا بصيت مين اللي عمل ساوند تراك، طلع في الاخر هانز زيمر. يا جدعان الراجل ده معدي يا جدعان، هانز زيمر مش طبيعي يعني. نفس طبعا نفس الكاست بتاع الجزء الاولاني، جال جادوت وكريس باين، وعندنا في كريستيان ويج الجزء ده، هي شكلها هي اللي هتطلع الفيلن في الفيلم ده، وعندنا بيدرو باسكال وعندنا روبن رايت. المخرج بتاع الفيلم هي باتي جينكنز، هي نفس المخرجه بتاعت وندر وومن الجزء الاولاني، وكانت عملت فيلم قبل كده اللي هو برضو اللي اسمه مونستر، اللي هو بتاع تشارليز ثيرون اللي كسبت فيه الاوسكار. وده يعتبر الفيلم التاسع لعالم دي سي السينمائي، وعرض الفيلم هيبقى السنه الجايه ان شاء الله في سنه 2020 في يونيو. نسبه ترقب للفيلم هي بصراحه مش عايز اعليها قوي، لان انا برضو مش عايز ارفع سقف طموحاتي قوي لوندر وومن، فانا هخليه 5/10 حاليا. ترقبي للفيلم هو 5/10 لحد ما اشوف لو هيبقى في تريلر تاني اكيد بعديه، هتبقى الدنيا ماشيه ازاي. بس الستايل بتاع التريلر بصراحه عجبني. الفكره ان انا مديت له 5/10، اللي انا مش عايز اعلي طموحاتي او سقف طموحاتي قوي، لان الجزء الاولاني انا كنت يعني كنت مترقبه قوي، ووندر وومن بقى وبتاع اتفرجت عليه بصراحه زي الزفت فما عجبنيش، فعشان كده هسيب درجه ترقبي للفيلم 5/10 لحد ما اشوف مثلا في تريلر تاني ممكن يعلي سقف طموحاتي ولا لا.
بس ما عنديش اي حاجه تانية اقولها للفيلم. اتمنى الحلقه تكون عجبتكم، واشوفكم في فيديوهات تانية قريب. ما تنسوش تعملوا سبسكرايب ولايك وشير لو الحلقه عجبتكم، ما تنسوش تعملوا لي فولو على فيسبوك وتويتر وانستغرام، واشوفكم الحلقه اللي جايه. باي باي. That's just a trash can. It's just a trash can. Yeah.